في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف 26 من شباط فبراير كل عام، نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقفة داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح للمطالبة بالضرورة الضغط على إسرائيل بوقف استهداف الصحفيين الذين ما زالوا يواصلون تغطيتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي اندلعت في 7 أكتوبر العام الماضي. هذه الوقفة التضامنية التي دعا لها الاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تجري في كل العواصم وفي كل المدن في العالم، في كل الاتحادات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للصحفيين للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تمارس من قبل دولة إسرائيل بحق الصحفيين في كل يوم، وأيضا للمطالبة بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا بشكل عام والصحفيين على وجه الخصوص. ازدواجية في التضامن، هذا شيء بات مرفوضا، يجب أن يكون هناك وقفة جادة وكلمة ضرورية للنقابات الدولية المؤسسات الحكومية الحقوقية والدولية بضرورة أن يوقف احتلال إسرائيلي زيفة ومجازره ضد الصحفيين الفلسطينيين، لا سيما نتحدث عن استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الذين أصابوا الاحتلال الإسرائيلي في مقتل عندما قاموا بنسب الرواية الإسرائيلية الذي كان يدعي فيها الاحتلال. الاحتلال يريد أن يقول لك أنت هدف لي، أنا أريد أن أقتلك، أريد أن أعدمك. لم نعد نستهدف في السياق أو في أثناء التغطية، لا، أنت الآن هدفي المباشر، أنت عائلتك، أدواتك، مكتبك، المكان الذي تغطي فيه، يريد أن يمنع التغطية بكل الوسائل، لكنه يفاجأ بإرادة أكبر لدى الصحف الفلسطيني، لأنه يريد أن يكون وفي لغيره ممن انتهك حقهم، يريد أن يكون وفي لغيره من زملائه من الشهداء، ممن الآن يخضعون للعلاج، ممن فقدوا أطرافهم، ممن فقدوا عائلاتهم. هذه الحرب هي مختلفة بشكل كبير، ونحن تحدثنا عن استهداف إسرائيلي لمقراتنا التي نعمل بها. نحن نعمل طوال هذه المدة من المستشفيات، من السيارات، من الشوارع، لا يوجد مقر بالنسبة للصحفيين، ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، لأن إسرائيل استهدفت الصحفيين، 132 شهيدا من الصحفيين جراء الاستهدافات الإسرائيلية. مع كل استهداف نحن مضطرون للتبرير لعائلاتنا أن ما حدث لم يكن مقصودا، على الرغم من قناعتنا أن إسرائيل استهدفت زملائنا بشكل مقصود، لكن هذا نوع من أنواع التطمين، لأننا في كل صباح نغادر منازلنا، نغادر حتى الخيام التي نزحنا إليها للعمل. الصحفي الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة، إسرائيل ترى نفسها فوق القانون وترى نفسها قادرة على قتل أي فلسطيني. ورغم الاستهدافات المتواصلة والمتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، إلا أنهم يصرون على مواصلة عملهم وتغطيتهم للحرب الإسرائيلية على القطاع، مطالبين بضرورة محاسبة قادة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها بحقهم. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.